السلام عليكم، معكم علي، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كثير من متعلمي اللغة الإنجليزية يجدون صعوبة أثناء الحديث أو الكتابة للإجابة على سؤال معين. إذا شخص سألني سؤال كيف أجاوب؟ مثلا سألني بدو بديد بويل، مثلا سألني بدو، في أشخاص بيجاوب I will. سنبدد بجواب مثلا I have. دائما وأبدا ننتبه لا أغير الزمن، سأني بزمن مضارع بسيط أجيب بزمن مضارع بسيط، سأني ماضي بسيط أجيب بماضي بسيط، سأني مضارع تام أجيب بمضارع تام. يعني أول قاعدة لازم أعرفها، الزمن الذي يسأل به أجيب بنفس الزمن. مثل اللغة العربية، مثلا يسألني شخص هل ذهبت؟ الإجابة نعم ذهبت، إذن بالماضي. سألني بالمستقبل هل ستذهب؟ نعم سأذهب. لا أصلا أقول هل ستذهب، أقول نعم أذهب. إذن دائما وأبدا الزمن الذي أسأل به أجيب به. الملاحظة الثانية، كما تعلمون لتشكيل سؤال نحتاج إلى فعل مساعد. تحدثنا في فيديوهات سابقة عن كيفية تشكيل السؤال، اللي يحب يرجع على فيديوهات سابقة ليعرف كيف نشكل سؤال. فعل مساعد helping verb or auxiliary verb، لماذا سمينا فعل مساعد؟ لأنه ساعدنا على تشكيل السؤال والنفي. إذن دائما وأبدا الفعل المساعد الذي أسأل به أجيب به، سألني بدو أجيب بدو، سألني بداز أجيب بداز، سألني بويل أجيب بويل، سألني بهاف أجيب بهاف، هاز هاز، وهكذا. إذن الفعل المساعد الذي يسأل به أجيب به. نتابع في هذا الفيديو الكثير من الأمثلة في جميع الأزمنة حيث أستطيع أن أجيب على السؤال بشكل صحيح. الملاحظة الثالثة، لدينا نوعين من الأسئلة. النوع الأول WH questions، أسئلة WH. ماذا يعني أسئلة WH؟ يعني كلمة تبدأ بأحرف WH، مثل what where when why وهكذا. هذه تكون الإجابة عبارة عن جملة، يعني إجابة مطولة جملة. بينما النوع الثاني yes no questions، يعني دائما يسألني do you will you have you وهكذا. إذن هذه الإجابة تكون إجابة قصيرة، يا إما بيس أو نو. راح نشوف كيف نجاوب على السؤال في جملة واحدة نستخدمها مع جميع الأزمنة، بحيث يكون عندنا الإجابة على السؤال بيكون صحيح ونجيب بدون تردد. كما قلنا لدينا نوعين من الأسئلة، yes no questions، أسئلة نعم أو لا، يعني كيف yes أو no، يعني الإجابة راح تكون يا إما yes أو no. تبدأ هذه الأسئلة بفعل مساعد. بينما النوع الثاني نسميه WH questions، أسئلة WH كما قلنا، لأنه يبدأ باسم استفهام مثل why what where when why. إذن سماها WH لأن الكلمات أو أسماء الاستفهام هذه تبدأ بـ WH. النوع هذا الثاني من الأسئلة بيكون الإجابة عبارة عن جملة، بيكون subject فاعل وفعل وتكملة الجملة. كما قلنا سألني بداز، يجب أن نجيب بداز. لماذا؟ لأن زمن الجملة مضارع بسيط، الإجابة أيضا لازم تكون مضارع بسيط. does هي دائما وابدا بدون اي تردد، سألني بداز اجيب بداز، واقلب الكلمتين هذول اعمل سويتش. مثل عندنا وضع يس بعدها كما اخر شيء فول ستوب، نو ايضا كما فول ستوب، داز هي تصبح يس هي داز، قلبناها. نو هي دازنت. داز هي لايك انجلش، يعني هل يحب اللغه الانجليزيه؟ يس هي داز، نعم يحب اللغه الانجليزيه، او نعم يحب. No he doesn't، كلا لا يحب اللغة الإنجليزية، أو كلا لا يحب. النوع الثاني من الأسئلة نحذف اسم الاستفهام والفعل المساعد بالمضارع البسيط والماضي البسيط. كما درسنا في فيديوهات سابقة نحتاج إلى do does بالمضارع البسيط و did في الماضي البسيط. دائما وأبدا الجملة فيها do does و did أثناء السؤال تحذف أثناء الإجابة.
حذفنا دبليو اتش وداز، نبدا من عند الفاعل. دائما الفاعل والفعل بيكون وين؟ موجود بالسؤال. فقط احنا نحتاج تكملة الجملة. هي لاحظ نفسها، هي الفعل لايك بالمضارع بسيط عندنا داز، نرجع الاسم المفرد الغائب للفعل. هي لايكس انجلش، يحب اللغة الإنجليزية. إذن هذه الإجابة. What does he like؟ ماذا يحب؟ He likes English. إذن الفاعل موجود بالجملة والفعل موجود بالجملة، هذه أثناء المحادثة وأيضا أثناء لما يكون عندي مثلا نص وعليه أسئلة، مباشرة الفاعل والفعل يكون بالسؤال، فقط أبحث في النص عن الفعل وأكمل الجملة فقط أثناء الإجابة على أسئلة من نص معين أو أثناء الحديث. What does he like؟ في شخص ممكن يتردد، طيب أنا جاوب كيف؟ Do, does, did, well, have, has، بدون ما تتردد مباشرة أحذف اسم الاستفهام، أحذف فعل مساعد. طبعا من خلال الممارسة بشكل أوتوماتيك راح تكون العملية سهلة. إذا نبدأ بالفاعل، كما قلنا الفاعل موجود بالسؤال، بعدين الفعل، فقط أكمل الجملة. What does he like? He likes English. النوع الأول دائما الفعل المساعد اللي يكون موجود في بداية الجملة، لاحظ هنا WH، هاي نوع من الأسئلة WH، أو يكون مباشرة الفعل المساعد ما في لا WH ولا شيء. بهذا الحالة أقلب أول كلمتين، الفعل المساعد والفاعل. Yes he does. No he doesn't. بزمن الماضي البسيط نفس العملية، أسئلة yes no no questions مباشرة أضع yes كما full stop، no كما full stop. Did he أقرب أول كلمتين. Did he like English؟ هل أحب اللغة الإنجليزية؟ Yes he did، نعم أحبها. No he didn't، كلا لم يحبها. نترجم didn't لم. What did he like؟ ماذا أحب؟ نحذف what، نحذف did. نبدأ كما قلنا الفعل موجود بالسؤال، تصبح هي لايك رجعها الماضي، لأن زمان الجملة بالماضي كيف عرفنا ماضي؟ لأنه did، لايك الماضي منها تصبح liked، فقط نضيف دي لأنه الإي موجودة بالكلمة أو الكلمة. هي liked English، إذن أحب اللغة الإنجليزية. بالمضارع البسيط أيضا، Do they write a story؟ هل يكتبون قصة؟ Yes No. نقلب أول كلمتين فقط، Do they؟ Yes they do. Do they write a story؟ No they don't، فقط لا غير. ودائما ترجم do does أو أي فعل مساعد لا تجم ترجمه هل. What do they write؟ ماذا يكتبون؟ ايضا كما قلنا نحذف اسم الاستفهام، نحذف الفعل المساعد، الفاعل بيكون داخل السؤال. they الفعل write، هم يكتبون a story، يكتبون القصة every day كل يوم وهكذا. is he writing a story؟ هل يكتب قصة؟ اذا هذا المضارع مستمر، كيف عرفنا؟ المضارع مستمر بيكون شكل الفعل am is are والفعل مضاف له ing. بهذه الحالة فقط بالمضارع البسيط do و does اللي شفناه نحذفها أثناء الإجابة، الإجابة المطولة، إجابة قصيرة نستب فقط نبدل مكانهم كما قلنا. أيضا إجابة قصيرة، الإجابة قصيرة واحد مع كل الأزمنة، فقط نقلب أول كلمتين yes أو no. is he نقلبها he is، yes he is، no he isn't. is he writing a story؟ هل يكتب قصة؟ Yes he is، نعم يكتب. No he isn't، كلا لا يكتب، بدون أي تردد. شفت is وجيب بis. الآن are أيضا نضع yes no. Are they writing a story؟ Yes they are. No they aren't. يا ما تلبك ولا بيضيع فكري وتشتت وكيف أجاوب وكيف الزمن وكيف، لا خلاص الزمن هو أصلا موجود بالمضارع المستمر أو كافة الأزمنة، خلاص بس أقلب أول كلمتين. What is he writing؟ ماذا يكتب؟ كما قلنا نحذف اسم الاستفهام، هنا لا نستطيع أن نحذف
as. لماذا؟ لأنه إذا حذفنا as يعني بهالشكل أجيب الفعل موجود he وعندنا الفعل write writing a story. هل نستطيع أن نقول he writing a story؟ لا، فقط أحول as بعد الفعل تصبح he is writing a story، هو يكتب قصة، لأنه زمن مضارع مستمر ويجيب أيضا بالمضارع المستمر. What are they writing؟ ماذا يكتبون؟ نحذف اسم الاستفهام، رجع are بعد they تصبح they are writing a story، هم يكتبون قصة. سألني مضارع مستمر وجيب مضارع مستمر، سألني بإز وجيب بإز، سألني بآر وجيب بآر. في بعض الأشخاص is he writing a story؟ يكتب yes he does، no he doesn't، yes he have، yes he has، yes. لا لا لا، بدون أي تردد وشك بنفسي. سمعت is أثناء السؤال وجيب بإز، سمعت آر وجيب بآر، سمعت do وجيب بدو، سمعت does وجيب بdoes، سمعت did وجيب بdid. لماذا؟ لأن الزمن الذي نسأل به نجيب به، والفعل المساعد الذي نسأل به نجيب به تماما نفسه. لاحظ هذه الجملة نفسها، نفس الفعل نفس لكن تغير الزمن. Was he writing a story؟ هل كان يكتب قصة؟ إذا هذا ماضي مستمر. ما يهمني أنا للمهلة الأولى بأي زمن، خلاص أنا سمعت was وجيب ب was. Yes he was، no he wasn't. Were they writing a story؟ هل كانوا يكتبون قصة؟ خلاص أول كلمتين بدون ما أتردد ولا أفكر بالموضوع. إذن were they تصبح yes they were، no they weren't. خلصنا. What was he writing؟ ماذا كان يكتب؟ نحذف اسم الاستفهام، نبدأ من عند الفاعل he، فقط do و does و did نحذفهم أثناء الإجابة إجابة مطولة، باقي الأفعال المساعدة فقط نقلبها مع أو بعد الفاعل. هي نضع was بالمكان هذا، he was writing a story، إذا كان يكتب قصة. خلصنا. What were they writing؟ ماذا يكتبون؟ أيضا نحذف what، نبدأ من عند الفاعل، الفاعل هو they، رجع where بعدها، they were writing a story فقط، كانوا يكتبون قصة. إذا ماضي مستمر وجيب ماضي مستمر، سألني باز وجيب باز، سألني وير وجيب وير، أحذف اسم الاستفهام ورجع واز أو وير بعد الفاعل فقط لا غير. لاحظ هذه الجملة بالمستقبل لأنه عندنا وير. Will he write a story؟ هل سيكتب قصة؟ فقط أول كلمتين أقلبهم، yes no، yes he will، no he won't. طبعا عندنا will not نختصرها won't، نحفظها بالصوت. Yes he will، no he won't، أو نكتب no he will not، اثنين صحيحة. Will they write a story؟ هل سيكتبون قصة؟ أيضا الإجابة yes no. أقلب أول كلمتين، yes they will، no they won't or will not، بدون تردد سألني بول وجيب بول. What will he write؟ ماذا سيكتب؟ نحذف اسم الاستفهام، نبدأ من عند الفاعل ونرجع will، قلنا بس do does و did نحذفهم، الباقي بس نرجع بعد الفاعل. He will write a story، هو سوف يكتب قصة. أيضا هنا نحذف what، نبدأ من عند الفاعل، الفاعل هو they، they will write a story، سوف يكتبون قصة. لاحظ المضارع التام، has he written a story؟ هل كتب قصة؟ أيضا أول كلمتين، yes no، has he؟ yes he has، no he hasn't or has not. Have they written a story؟ هل كتبوا قصة؟ أيضا yes no. Have they تصبح نقلبها أيضا، yes they have، no they haven't، فقط لا غير. هل كتبوا؟ نعم كتبوا، أو كلا لم يكتبوا.
What has he written؟ ماذا كتب؟ أيضا نحذف اسم الاستفهام ونرجع فعل مساعد بعد الفاعل. He هي الفاعل، بعدها نضع has written. He has written a story، يعني لقد كتب قصة. خلصنا. What have they written؟ أيضا نحذف what، نبدأ من عند الفاعل they. They have written a story، لقد كتبوا قصة. المضارع التام، سأنب has وجيب بهاز، سأنب have وجيب بهاف. أثناء السؤال أحذف اسم الاستفهام، أرجع has أو have بعد الفاعل وأكمل الجملة فقط لا غير، بدون أي تردد، بدون ما أتلبك، بدون ما أفكر كثير. خلاص الزمن يسأل به وجيب به. الماضي التام past perfect، هذه written a story، هل كتب قصة؟ Yes No. أول كلمتين أقلبهم. Yes he had، نعم كتب. No he hadn't، كلا لم يكتب. أثناء WH questions، what had he written، ماذا كتب؟ نحذف what، الرجع had بعد هي تصبح he had written a story، لقد كتب قصة. إذا لقد كتب قصة. إذا بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم، تكلمنا فيه عن كيفية الإجابة على أي سؤال باللغة الإنجليزية بكل الأزمنة. كما قلنا نوع من الأسئلة Yes No Questions، WH Questions، ودائما الزمن الذي يصل به أجيب به. لا نستطيع أن نغير زمن الجملة، يساني بالماضي أجيب بالحاضر، يساني بالمستقبل أجيب بالماضي. إذن دائما الزمن ثابت بالسؤال والإجابة. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.